يريد تشاك وكيفن إعادة التفكير في إحدى أدوات السلامة القياسية للمركبات. الوسادة الهوائية مفتوحة. ضخم حجمها ثم ادفعها بأقصى قوة. لدي سلكٌ هنا، هل أنت مستعد؟ هيا بنا. انظر إلى هذا، إنها ساخنة. إذا كان هذا هو كل المطلوب لإنقاذ حياة أحدهم في حادث سيارة، فتخيل الأمر عند استخدامنا لنموذج أكبر. توجد الوسائد الهوائية منذ أكثر من 50 عاماً، وهي وسيلة مذهلة تحمي الركاب داخل السيارات، ولكن الفريق يريد استخدامها في الخارج في طريقة جديدة لم يسبق تجربتها من قبل. في مقدمة قطار لدينا قطار سيسير على السكة ويدور حول المنعطف، وفجأة ستظهر أمامه سيارة في الوسط تماماً، وسيصطدم القطار مباشرة بها. كل عام تحطم القطارات آلاف المركبات حول العالم. توقف. لا يمكن إيقاف الحوادث، ولكن يمكن جعلها أقل فتكاً. لذلك يريد فريق مختبر سماش لاب تركيب وسادة هوائية ضخمة على قطار توضح التجربة مدى قوة صدمة القطار بدون الوسادة. أعتقد أنه سيحطمها إرباً، سيتجه ذلك المحور بسرعة إلى هنا ويصطدم هنا تقريباً، وستسحق السيارة بأكملها وسيجرها القطار على طول السكة. ولكني أعتقد أن الجانب الخلفي حيث يجلس السائق قد يكون على ما يرام، وهذا هو الجانب الذي سيتحطم. تقاس قوة الاصطدام بقوة الجاذبية جي، وكلما كانت قوة الجاذبية أعلى كان الحادث أكثر فتكاً. جهزت ديان حاسوبها المحمول للحصول على قراءة أساسية لقوة الجاذبية جي من الحادث، بحيث يعرف الفريق الشيء الذي يجب الاستعداد له. الذي سيحدث هنا هو أننا سنصدم هذه السيارة بعنف، وأعتقد أن فرصة نجاتها ضئيلة للغاية. يسير القطار على السكة بسرعة 40 كيلومتراً في الساعة، وهي سرعة اختارها الفريق لسبب وجيه. في حوادث التصادم بين القطارات والسيارات عند هذه السرعة فما فوق، غالباً ما يموت ركاب السيارة. ها هو قادم يا رفاق، يدور حول المنعطف. لدي 60 ثانية على مقياس السرعة. ها هي قادمة. عجباً. لقد علقت هناك، انظروا إليها. ها هو ذا. هذا عمل مخيف، إنه مرعب. ستنعدم فرص نجاة الركاب في هذا السيناريو. وصل القطار طريقه بكل سلاسة ممكنة، ولعله لم يلحظ أصلاً الاصطدام. انظروا إليه، إنه قطار هائل الحجم مقابل سيارة ضئيلة. المنافسة معدومة. سجل التحطم قوة مقدارها 7.4 جي، أي أعلى بمرتين من القوة التي يواجهها رائد الفضاء عند الإقلاع. يتطلب امتصاص هذا النوع من الاصطدام بوسائد هوائية عملاً هندسياً هائلاً. بالعودة إلى المختبر، درس الباحثون الصور بحثاً عن أدلة. الحيلة هي أننا سنشغل الوسادة في الوقت المناسب تماماً قبل الاصطدام مباشرةً يدوياً. ويجب أن يكون نظامنا قادراً على دفع السيارة عن السكة بأمان. نيك وديان يعملا على طريقة لتحريك السيارة بعيداً عن السكة بعد الاصطدام. توصل تشاك وكيفن إلى اختبار بسيط لتشغيل الوسادة الهوائية يدوياً. تفتح الوسائد الهوائية في السيارات تلقائياً عند الاصطدام، ولكن ذلك لن ينطبق على هذه التجربة. يجب تشغيل الوسائد الهوائية باليد. سيرون ما إذا كان بإمكانهم الحصول على التوقيت الصحيح من خلال اصطدام العربة المعدلة في ثلاجة. هذا الشيء سيتحطم تماماً.
لكي ينجح الاختبار يجب أن تمتص الوسادة الهوائية الصدمة دون أن تضر الثلاجة. حسناً، نحن جاهزون، أليس كذلك؟ نعم، بأي سرعة تريد السير؟ بأقصى سرعة إلى الأمام. أود القول أن هذا كان سابقاً لأوانه. نعم، كان مبكراً أكثر من اللازم. جاهز للجولة الثانية؟ حاول ضبط التوقيت أكثر لاحقاً. سأضبط التوقيت بدقة شديدة، هيا بنا. لا، لم يكن دقيقاً. هذا مضحك ولكنه جدي أيضاً. يجب عليهم فتح الوسادة الهوائية بنجاح في الوقت المناسب لمعرفة إن كانت ستنجح. كان توقيتاً رائعاً. يبدو كذلك، لم يفتح باب الثلاجة وما زالت قائمة. حسناً، تفتح قبل الاصطدام مباشرةً. جيد حقاً. رائع، تنزلق الثلاجة بكل لطف خارج الطريق. اصطدام سلس حقاً. لا يمكن أن نحصل على نتيجة أفضل من ذلك. شكراً لك، يسعدني سماع ذلك. حتى الآن يبدو أن الأمور تسير على ما يرام. نعم، هذا رائع حقاً. بداية موفقة. يمكننا تشغيل هذه الوسائد الهوائية في اللحظة التي نريدها بالضبط. لكي تعمل الوسادة عليها امتصاص تأثير الاصطدام بالسيارة، أي أنها يجب أن تنكمش بنفس سرعة انتفاخها. جهز تشاك وكيفن كاميرات الحركة البطيئة ليرى بالضبط كيف يعمل توازن الانتفاخ والانكماش على وسادة هوائية لسيارة. مستعدون؟ كل ما علينا فعله هو ربطها مع البطارية ليحدث الانفجار. حسناً، سأكون جاهزاً حين تكونون مستعدين. هيا بنا. 3، 2، 1. تندفع كمية تقدر ب60 لتراً من الغاز في الوسادة بسرعة 320 كيلومتراً في الساعة. ليست طريقة اندفاع الغاز ما يلفت النظر، بل كيفية تسربه. تشاك، تحقق من نظام التهوية هذا، إنه بسيط للغاية، مجرد ثقب. ترى هل هو الوحيد؟ لا، هناك ثقب على كل طرف. هذا رائع، لقد سجلت تلك السرعة العالية، لننظر إلى ذلك. حسناً، ما الذي لدينا هنا؟ لننظر. ترتفع إلى الأعلى مباشرة وتنتفخ بسرعة كبيرة جداً، والآن تحافظ على انتفاخها ثم تبدأ في الانكماش. يمكنكم رؤية الغاز وهو يخرج. أجل، هذا صحيح. تنكمش الوسادة الهوائية بطريقة طبيعية بسبب الثقوب فيها. عند الاصطدام بجسم تطلق الثقوب الغاز، ومن ثم يلطف الانكماش قوة الاصطدام. وبوضع ثقوب في الوسادة ربما يتمكنون من جعلها تعمل بنفس الطريقة على القطار.